أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة
من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أيها الإخوة والأخوات، فهذه الرقية المباركة من كلام الله عز وجل يستمع إليها المصاب بالأرق كلما أراد النوم، ويكرر معي الآيات والصور التي أكررها حتى يشفى بإذن الله عز وجل وتعود الأمور إلى طبيعتها. وهذه الرقية المباركة تقرأ على ماء، إن وجد ماء زمزم فبها ونعمة، وإن لم يوجد ماء زمزم فماء المطر، وإن لم يوجد ماء المطر فماء الأبار أو العيون، وإن لم يوجد ماء الأبار أو العيون فأي ماء طاهر. وتقرب الماء من فمك، وبعد الانتهاء من القراءة تنفث فيه 3 مرات بريق خفيف، وتشرب منه كلما أردت أن تنام حتى تشفى بإذن الله عز وجل. كذلك تقرأ هذه الرقية المباركة من كلام الله عز وجل على زيت الزيتون الحر، وتقربه من فمك، وبعد الانتهاء من القراءة تنفث فيه 3 مرات برق خفيف، وتدهن به جسدك كلما أردت أن تنام حتى يأتي الفرج بإذن الله عز وجل. وهناك نصائح وتوجيهات لابد من العمل بها حتى تكون الرقية كاملة مكمولة إن شاء الله تعالى. أولا، إذا أتيت أو أتيت، سواء رجل أو امرأة، إذا أتى أحدكم إلى مضجعه فقرأ آية الكرسي، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وتقرأ كذلك الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، يعني من قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره، إلى قوله تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل في تفسيرها أي كفتاه من كل مكروه وسوء في تلك الليلة. وكذلك من النصائح والتوجيهات النبوية في هذا الموضوع، إذا أتى أحدكم إلى مضجعه فليقرب كفيه من فمه ويقرأ سورة الإخلاص، أي قل هو الله أحد، والمعوذتين، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبعد الانتهاء من القراءة ينفث في كفيه 3 مرات بريق خفيف، ويمسح بيديه جميع جسده ابتداء من رأسه إلى قدميه. فهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة عندما يريد النوم. وهذه السنة النبوية عند النوم عندما يفعلها الإنسان والله يجد بعدها راحة نفسية وخفة جسدية لا مثيل لها. ولتجنب الأرق أيها الإخوة والأخوات لا بد من تجنب أسبابه، وأسبابه كثيرة ومتعددة، وسأذكر ما تيسر منها. أولاً، تناول القهوة والشاي قبل النوم وغير ذلك من المنبهات، هذا من أسباب الأرق وعدم استطاعة النوم. كذلك وقد تكون بعض الأدوية التي يتناولها الإنسان تسبب الأرق. كذلك الإكثار من الأكل قبل النوم. كذلك القيلولة في النهار، وقد كان أهل قيام الليل
يستعينون بقيلولة النهار على قيام الليل، لأنه إذا نام الإنسان بالنهار قل نومه بالليل. ومن أسباب الأرق كذلك الضغط النفسي بشأن العمل أو الدراسة أو الصحة أو المال أو العائلة وغير ذلك. فهون على نفسك أخي المسلم ولا تحملها ما لا طاقة لها به. ومن أسباب الأرق كذلك التقدم في العمر، لأن الإنسان كلما كان صغيرا نام كثيرا، وكلما كان الإنسان كبيرا ومتقدما في العمر قل نومه كثيرا. ومن أسباب الأرق كذلك المرض، فإذا كان الإنسان به مرض في جسده فلا يستطيع النوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في حديث إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إلى غير ذلك من أسباب الأرق. وفي الأخير أقول لكم إذا حرم الإنسان النوم ورغم أنه قام بجميع الأسباب فعليه أن يعلم أن الله تعالى أراد به خيرا، وهو يريد أن يجعله من أهل قيام الليل، فعليك أن تقوم وتتوضأ وتصلي ما تيسر لك من الركعات وتقرأ ما تيسر من القرآن واستغفر لذنبك واسأل الله عز وجل بدعاء خالص من قلبك من خيري الدنيا والآخرة. فهذا هو الهم الأكبر الذي جعل عباد الله الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ينامون، فشتان بين من حرم النوم بسبب هم الآخرة وبين من حرم النوم بسبب هم الدنيا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم صحة وعافية، وأن يبعد عنا كل شقاء وعناء في الدنيا وفي الآخرة. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.